بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ محمود عمر، مدرس لمادة لغتي الجميلة بمدارس العبير الأهلية. مرحبا بأبناء طلاب الصف الرابع. اليوم سنقوم إن شاء الله بدراسة النص الشعري أرباب الحرف للشاعر أحمد شوقي، وهو شاعر مصري لقب بأمير الشعراء. يعتبر العمل من أهم مقومات الحياة البشرية، فمنذ خلق الله الإنسان وهو يعمل ويحاول كسب قوت يومه للقدرة على العيش وتلبية احتياجات الحياة الأساسية، وتتنوع مجالات العمل التي يستطيع أن يعمل بها الفرد. ومن أهم أساسيات العمل أن يكون العمل شريف، ومن الأعمال التي شرعها الله سبحانه وتعالى ومناسب للشخص الذي يقوم بالعمل. والغرض من العمل هو الرزق الحلال، ودليل على أهمية العمل والعامل في المجتمع، أصبح العالم بأسره يحتفل بيوم العمال في بداية شهر مايو من كل عام. استمع إلى النص وحاول أن تكرر معه. نحن أرباب الحرف، ليس يعنينا الترف، ولنا كل الشرف أننا نحيي المهن. نحن أهل للبراعة في أساليب الصناعة، ولنا في كل ساعة نهضة في كل فن. فضل صناع البلاد كل يوم في ازدياد، ولهم في كل وادٍ حسنات ومنن. من بنى للناس دورا، من كسى الناس حريرا، من بنى للناس دورا، من كسى الناس حريرا. نحن أرباب الحرف، نحن أرباب الحرف، نحن أرباب الحرف، ليس يعنينا الترف، ولنا كل الشرف أننا نحيي المهن. نحن أهل للبراعة في أساليب الصناعة، ولنا في كل ساعة نهضة في كل فن. فضل صناع البلاد كل يوم في ازدياد، ولهم في كل وادٍ حسنات ومنن. من بنى للناس دورا، من كسى الناس حريرا، من بنى للناس دورا، من كسى الناس حريرا. نحن أرباب الحرف. أبناء الطلاب، بعد أن استمعنا إلى النص نعلق على هذه الأبيات، حيث قال الشاعر أحمد شوقي نحن أرباب الحرف، واعتبر الشاعر أنه واحد من العمال، فيقول نحن أصحاب المهن، لا يهمنا الترف والرفاهية، وأنه يفخر وأنه له كل الشرف أنه يجدد المهن ويحييها. يفتخر بأنهم هم أصل الابتكار والإبداع في طرق الصناعة، ولهم في كل وقت يمر عليهم نهضة وتقدم في جميع مجالات الفنون. نرى أفضال هؤلاء الصناع كل يوم في ازدياد
يملأ البلاد بمنتجاتهم وأعمالهم، ولهم في كل واد أي في كل منطقة حسنات ونعم وأفضال. ويتساءل الشاعر في البيت الأخير للتقرير: من بنى للناس دورا؟ من يبني للناس هذه البيوت التي نسكنها؟ ومن يكسي الناس حريرة؟ من يحيك الملابس للإنسان الذي يلبسها؟ ننظر إلى العمل وأهميته وموقف الإسلام من هذا العمل. حث الإسلام على العمل، واستنكر صفة الكسل والخمول عند الإنسان. دعا الإسلام إلى بذل الجهد لتحصيل الرزق لكي نتمتع بطيبات الحياة، والعمل على إعمار الأرض وإصلاحها. وفي ذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أروع الأمثلة في العمل، فلم يستخفوا بهذا العمل ولم يحقروا العاملين، بل رفعوا من شأنهم، لأن العمل في الإسلام أيضا هو بذل الجهد من أجل إشباع حاجة ضرورية عند الإنسان، ويعتبروه نوع من أنواع العبادة. لو نظرنا إلى الفكرة العامة المنشودة، تتحدث عن أهمية أرباب الحرف في حياتنا اليومية. أما الفكرة الجزئية فيتحدث الشاعر بكل فخر بأصحاب المهن، صفات أرباب الحرف، دورهم في حياتنا وفي المجتمع. من الحقائق التي نستنتجها من هذا النص أن العمل عبادة، ومن بعض القيم والاتجاهات التي توجهنا إليها هذه الأبيات: أن نقدر العمل والعمال، نحترم كل من يعمل في هذه الدنيا. نجد بعض المفردات التي وردت في النص. كلمة أرباب معناها أحسنت، أصحاب. الحرف المهن، الطرف أحسنت، الرفاهية، للبراعة، للابتكار والإبداع، أساليب بمعنى طرق، نهضة بمعنى رقي وتقدم، يعينا أي يهمنا ويشغلنا. أجيب على بعض الأسئلة التالية: عمن يتحدث الشاعر في هذه القصيدة؟ عمن يتحدث الشاعر في هذه القصيدة؟ أحسنت، يتحدث عن أصحاب المهن. ما هو شرف أصحاب المهن؟ أنهم يحبون المهن ويفتخرون بها التي يقومون فيها بالعمل. فيما برع العمال؟ برعوا في أساليب وطرق الصناعة. أذكر بعض الأفضال لأرباب الحرف: أحسنت، يبنون الدور للناس، يكسونهم. أكتب من القصيدة ما يعادل كل عبارة مما يأتي: في كل مكان. في كل مكان نجد معناها في النص: في كل واد أحسنت، تقدم في كل مجال نجدها في النص: نهضة في كل فن. أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة فيما يأتي، وأضع السكون على آخرها ثم أقرأها. هنا الأسلوب أسلوب نهي، لا فراغ عملا نافعا مهما صغر. لا تحقر أحسنت، لا نقط عمل اليوم إلى الغد. لا تؤجل، لا فراغ نفسك
أكثر من طاقتها، لا تحمل، لا فراغ في اللعب، لا تسرف، لا فراغ صلاة عن وقتها، لا تؤخر صلاة عن وقتها، لا فراغ عن القيام بواجباتك، لا تكسل عن القيام بواجباتك. استثمر، لماذا يعد جمع الحطب وبيعه عملا شريفا؟ تحدثنا من قبل عن طبيعة العمل الذي يقوم به الإنسان وما هي الشروط الواجب توفرها في هذا العمل، لأنه فيه غنى عن سؤال الناس، وأنه عمل يشبع حاجة الإنسان ويحقق به ضروريات التي يعيش عليها. أسجل بعض الكلمات التي تدل على اعتزاز الشاعر بأصحاب المهن. في الأبيات وردت بعض كلمات دالة على اعتزاز الشاعر بالمهن واعتزازه بأصحاب هؤلاء العمال بمهنتهم. كل الشرف، نحيي المهن، أهل البراعة لنا نهضة. وإلى هنا أبناء الطلاب نقود فقد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، راجين من الله أن تكونوا بصحة جيدة، في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.